كابتن عمرو الحديدي نجم الاهلي السابق. صباح الخير عليك يا كابتن عمرو. صباح الخير يا مريم، صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك، سعداء بوجودك معانا. ونستاذنك نبتدي بالنقطه اللي مريم كانت بتتكلم عنها من لحظات، فكره الاشاعات اللي هي دايما بتحصل يعني مع بدايات يعني دخولنا في مرحله الميركاتو، لكن فعلا ده لسه فاضل شهرين. الموضوع ده ايه اخره؟ وهل الموضوع ده كان حاصل يعني من زمان ولا ده استجد وطبعا السوشيال ميديا ساعدت اكتر في انتشاره؟ لا طبعا يا كريم، الامور دي طول عمرها موجوده في من على الساحه الرياضيه، التكهنات والتوقعات. في حد بيبقى عايز يبقى ترند، عايز يقول سبق صحفي تبقى ضربت معاه، ويجي ساعتها يبقى هو اللي قال الموضوع ده من زمان ويقول لك ده انا على درايه، ده انا قريب من عضو مجلس اداره، قريب من لعيب، قريب من مدير اعمال لاعب ولا حاجه، او السمسار بتاعه او المانجر بتاعه. كل واحد فيهم بيتكلم في حته معينه على اساس ان هو هيبقى في الوقت من هنا لغايه الانتقالات الشتويه في شهر واحد، يقول لك انا اللي قلت السبق الصحفي ويجيبها لك. السوشيال ميديا ساعدت ديت طبعا، زمان كانت الجرايد بس، دلوقتي السوشيال ميديا في ثانيه بتجيب الخبر على الموبايل بتاعك، وهو بياخده يعمل سكرين شوت ويقول لنفسه فكره ويقوم عامل لها بوست كده في الموبايل، ويقول لك ده انا اللي قلت الكلام دوت من سنه، من 3 شهور، من 4 شهور، ده انا اللي توقعت، ده انا اللي قلت الراجل دوت مضى ووقع للنادي الاهلي. والكلمه الشهيره ده النادي الاهلي وقع مع اللاعب في التجمع، ما بيذكرش غير المكان ده بس، ما بيقولش اي حته ثانيه دايما. النادي الاهلي التوقع بتاعه او التوقيع لاي لاعب بيبقى داخل النادي الاهلي. طبعا يعني دي مهمه جدا، ان النادي الاهلي تملي بيبقى داخل جدران النادي الاهلي في وجود اعضاء مجلس اداره، المفوض من الكابتن محمود او اللي بيتكلم في الحته دي، وهي بتبقى لجنه الكوره. اعتقد ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت مع مدير فني اسم كبير، عمل اسم كبير على مدار البطولات السبعه اللي تشترك فيهم، ما حصلوش نصيب في دورتين او بطولتين، وخد 5 بطولات. فالراجل شخصيه، الراجل فيه كيمياء لايقه ما بينه وما بين مجلس الاداره، فيه تالنت وموهبه في اداره الملفات الخاصه باستقطاب من هو ينفع للنادي الاهلي، مش بيجيبه وخلاص زي ما الناس دلوقتي بتتكلم على موديست لعب 90 دقيقه. راجل بيقول لك انت، حتى لو انت فكرت يعني، حتى لو اي حد بيتفرج بيقول لك ان مودست مش موجود في النادي الاهلي، طب ما انت مش هتمشيه دلوقتي، انت كده كده هتستنى معايا لغايه الشهرين الجايين، ايش عرفك ده انت في لحظه. هو الحقيقه مودست خد نصيب الاسد من التكهنات والاشاعات طول الفتره الاخيره. ما انت خلاص، انت هتحارب النادي الاهلي ازاي؟ هتحارب النادي الاهلي بالامور النفسيه، هتحارب النادي الاهلي بالاشاعات اللي بتتقال. النادي الاهلي كيان مستقر، كيان اداري، كيان فني، كيان تنظيمي، شغال بمشروع معين بدا من سنه ونص مع كولر، الدايره كامله، كم بالاصابات، انت ما بتتكلمش عن اصابات النادي الاهلي واللي ده ربنا كرمه وشفاه وده راجع، ومجموعه مستشفى النادي الاهلي هتبتدي يظهر فيها النجوم تاني زي السوليه وزي متولي، في حاجات كتير قوي النادي الاهلي بيتحارب فيها ازاي؟ بيتحارب فيها نفسيا، يتحارب فيها اشاعات، يتحارب فيها ايه؟ مقولات غير صادقه. بيقول لك مقوله، المقوله دي لو اديتها 80% اشاعه و20% صدق، يقول لك لا 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 اعكس الايه، ده هي 100% سليمه، وتطلع من اسماء ولاعيبه كبيره موجوده على الساحه الرياضيه بتقول لك انا متاكد انا ليا علاقه بفلان وفلان وفلان. لا، مفيش، النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده، النادي الاهلي ما بيطلعش خبر، النادي الاهلي ما بيعملش بروباجندا لنفسه في حاجه معينه، النادي الاهلي بيفكر ازاي يبقى مجموعه معينه موجوده داخل النادي الاهلي عندها طموح ان هي تحقق بطولات، مزيد من التتويج على منصه البطوله، ده النادي الاهلي الفتره اللي جايه هو ملف مباراه عن مباراه، زي ما حضرتك كنت بتتكلم انت ومريم، مباراه سيراميكا، الراجل ما بيفكرش في اللي بيتقال حواليه. بيتفكر في المباراه، المباراه دي ب3 بونت. 3 بونت دي مؤجلات كانت موجوده قبل كده، ازاي اكسب عشان ابقى موجود متربع على قائمه الدوري في اول الماتشات المؤجله ليه. طب يعني نفهم كلامك يا كابتن عمرو ان ماتش سيراميكا برضو هيكون على نفس منوال الماتش الماضي امام المقاولين، ان هو فكره ماتش الثلاثه بوينت بس، مش فكره اداء والتركيز الكبير اللي هو اتكلم عليه كولر في المؤتمر الصحفي، فكره كمان التغييرات اللي عملها، 9 تغييرات احنا شفناها، ويمكن ده اكد لناس كتير جدا ان ما بقاش في لاعب اساسي واحتياطي داخل السكواد بتاع النادي الاهلي، وكلهم طلعوا على قدر المسؤوليه زي ما احنا شفنا، وخرجنا بالنتيجه اللي احنا محتاجينها من الماتش. ولكن
الاداء ما كانش نفس الاداء اللي احنا مستنيينه، هل ده اللي ممكن يحصل فيه ماتش سيراميكا وبعده ايضا ماتش الجونه، ولا هنبتدي ان احنا نركز ازاي يكون في اداء كبير من النادي الاهلي على مستوى الدوري، مش بس نكتفي ان احنا نطلع بكل الماتشات بفكره الثلاثه بونت بس؟ لازم نبقى مقتنعين ان النادي الاهلي بيعدي بحاله نفسيه للخروج من مبارياته مع سان داونز. ازاي المدرب يخرج من دوت؟ المسافه ما بين المباراه والمباراه من 3 لـ4 ايام، هو خد المباراه اللي هي بعد مباراه سان داونز مباراه اسمها مباراه تحدي النفس، ازاي اكسب عشان اخرج بلاعبتي من الكبوه دي. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ادانا درجه من الفكر، ادانا نعمه اسمها النسيان، فلازم انسى، فاللي بينسيني هو المكسب. انا كسبت خلاص مباراه المقاولين العرب، ويمكن الراجل بوضوح وبشفافيه قال لك انا خلصت على المباراه بـ2-0، حصل بطء في التركيز او قله تركيز او قله الاهتمام داخل الترحيل ما بين اللعيبه، استقبلت هدف او تمركز خطا من لاعب، ففجاه التركيز قل لمده 10 دقائق، سببت لي دوشه. بصي الراجل واقعي، يبقى اللعيبه هي اللي عندها التركيز من الدقيقه 1 للدقيقه 120. انا اما باجي افكر كمدير فني، اللاعب رقم 1 عندي هو جماهير النادي الاهلي، وده بالنسبه لكولر التاج اللي على راس كولر هو جماهير النادي الاهلي. راجل قبل كده على مدار السنين اللي فاتت كان موسيماني بيتعامل مع من 14 ل 16 لعيب الروتيشن بيبقى فيهم، بس احنا بنتكلم في كولر بيتكلم في 34 لعيب من الموسم اللي فات لغايه دلوقتي بيحصل لهم روتيشن. انت لسه حضرتك بتقولي مفاجاه بالنسبه للناس كلها، التوقع لتشكيل النادي الاهلي بتسع لعيبه داخل البساط من 11 لاعب باستثناء محمد عبد المنعم وامام عاشور. هو الراجل بيقول لك انا بعمل استقرار، عايز اعمل الروح التنافسيه بين اللعيبه وبعضها، عايز اخد اعلى نسبه اداء من اللعيب، وبعد كده اما يغير يبقى لا. الناس كلها اتكلمت على موضوع قفشه، يا جماعه هو انا لما اكون بزعل ممكن يكون الرياكشن بتاعي ان انا زعلان ان انا هغير، زعلان ان انا كويس، زعلان ان انا بادي، يبقى هو دي بقت مشكله في نزاعات ومهاترات ومشاكل داخل جدران النادي الاهلي داخل اوضه اللبس، مفيش الكلام ده. انا ممكن بعبر بنرفزه، نجوم العالم كلها بلا استثناء اللقطات دي موجوده اسمها لقطات نجوم العالم داخل الغيار الخاص بالمدير الفني. اللي بيخرج بيخرج بيعصب نفسه على ازازه ميه، على كلمه، ان انا عايز ادي كل اللي عندي عشان ابقى اللاعب رقم 1 داخل اذهان المدير الفني، فمش محتاجه ان انا اتكلم على كولر. كولر شخصيه، كولر بيعرف يتعامل مع لعيبه النادي الاهلي، كولر نجح في النادي الاهلي والنادي الاهلي ضاف له كولر اسم كبير. لعيبه النادي الاهلي تنجح اي حد، لعيبه النادي الاهلي لو جبتي احسن مدرب في العالم لو هو ما فيش كيمياء ما بينهم وما بين بعض يبقى الموضوع بعيد قوي على الاسم الكبير. الكولر زي ما النادي الاهلي عمل مانويل جوزيه وعلى اسم فايلر وعلى اسم موسيماني بيعلي اسم كولر دلوقتي. الاستقرار اللي موجود هو الملفات الخاصه مباريات الدوري القائمه الان هي مباراه الثلاثه بونت، ثم مع الاستمراريه ثبات الاداء، مع الاستمراريه التالق والنتيجه. بس على فكرة يعني برغم كل اللي حضرتك تفضلت بذكره عن كولر، ده ما منعش ان كولر شخصيا يبقى له نصيب هو كمان في الاشاعات اللي ظهرت بقوة في الكام يوم اللي فاتوا. انت حضرتك كريم انت دلوقتي كنت الاول بتقول لكولر ايه؟ عروض كولر القائمة تهدد زعزعة استقرار النادي الاهلي. الهلال و و و و الراجل قال لك انا مرتبط بالنادي الاهلي، مدير اعماله طلع واتكلم في كذا قناة، قال لك انا مرتبط بعقد وطموحي مع النادي الاهلي هو النادي الاشهر افريقيا والثلاثي العالمي، ان انا من الثلاثه الاوائل في كاس العالم للانديه، انا حابب ان طموحي ومشروعي اللي بفكر فيه يبقى موجود مع النادي الاهلي. اشاعاته هو مثلا كولر الاكشن بتاعه بيقول لك ده كولر شد مع اللعيبه، اصل كولر في اختلاف وجهه نظر بينه وبين خالد بيبو، كولر في اختلاف بينه وبين قفشه، انت دخلت المواضيع إذا كانت هي مبهمة خليتها موجهة بالأسماء. يعني يمكن كنت أنت جوه أوضة اللبس، فأعتقد الوحيد اللي جوه أوضة اللبس هو اللي هيبقى شاهد على ده هي الغرفة نفسها، الأدوات نفسها اللي جوه المكان، الأدوات الجماد دي هي اللي هتشهد. فبعد ما الراجل بيخرج من أوضة اللبس بيحكوا على الكلام ده وبيرجعوا الكاميرات وبيقولوا إيه اللي حصل، مفيش الكلام ده، النادي الأهلي طول عمره. ونرجع ونقول ادي اللي بناخده من السوشيال ميديا يا كابتن عمرو. بص احنا ايام الكابتن صالح
رحمه الله عليه كان الكلام بيبقى كتير، وكان معانا هاريس وكان معانا هولمان وكان معانا تسوبل، كان بيقولوا كلام. بس السوشيال ميديا كبرت قوي يا كريم قوي، طبعا خلت طبعا. الموضوع كبير، لا خلت واي الموضوع حد يا ايه كابتن عمرو عايز ينول قدر من الشهره بيتكلم عن النادي الاهلي، يقول لك مؤكد مصدر خاص بالنادي الاهلي، ولا يذكر مصدر ولا يمكن يقول اي حاجه وياخد الشهره دي. ده حد مختص في امور النادي الاهلي انا يمكن ويتكلم لسه بشكل بقول عشوائي. مش انا لسه بقول لك يا مريم ان نفس الكلام ده في لعيب مثلا موجود سعره بمبلغ وقدره، مجرد ان انا عملت لنفسي بروباجندا قبل الميعاد بشهرين، مجموعه شباب موجودين على السوشيال ميديا هيكتبوا، وكل واحد فيهم يعمل بوست، كل واحد فيهم يعمل مظبوط باور، يعمل حاجات معينه وصور معينه، يقول لك ضمادا النادي الاهلي ويلبسوا التيشيرت خلاص انا نوع من بعلي سعره. الترويج للاعب. ايوه طبعا هو مظبوط، ده انت بيحصل بتعملي كل تسويق موسم، ده للعيب، بيحصل كل موسم فعلا. نورتنا يا بتعملي كابتن تسويق عمرو. للعيب، وفي الاخر النادي الاهلي يقول لك انا ما اتكلمتش عن لعيب زي ده. انا فكرت يعني انا من وجهه نظري انا من نجاحات كولر لمباراه المقاولين كريم الدبيس، يعني ماشي في اطار سليم، ابتدى ياخد مباريات، ابتدى ياخد جرأة وشراسه الاشتراك، الخبرات هتجيله من المباريات، الكلام اللي بيتقاله من كبار الفرقه كويس الدرجه معينه. هو مش مهم ان انا العب، المهم ان انا استمر في اللعب واثبت للراجل. الاجانب ما عندهمش غير الابيض والاسود، امكانياتك وادائك والتزامك في التدريب وبالترجمه في المباريات انت حاجز مكان، مظبوط امكانياتك كلام وافعال بتاخد كلام وما بتنفذش اللي انت بتقول عليه، يبقى انت بره حساباتي. الاجانب كلهم كده، ما عندوش مظبوط. العامل الطيب اللي احنا بنتعامل فيه كمصريين مع لعيبه. ما بيكون مدير فني مصري بيبقى عنده حته حنيه، لا الاجنبي بيفكر في حاجه واحده بس، ازاي اللي انا بقوله يتنفذ. الراجل بجهازه شغال، وبيجهز له لعيبته، كارلوس برينجير شغال في حته تانيه، كلهم في الاخر منظومه مكتمله لنجاح اسم النادي الاهلي لتحقيق البطوله المطلوبه. صحيح، مظبوط طبعا. احنا بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا كابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي السابق، ومنتظرين ان انت تيجي تنورنا في الاستوديو قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معانا.